إذا مشاهدينا أكيد كنا حابين نعرف يارا المصري. يارا المصري هي مترجمة مصرية شابة فازت بجائزة الدولة الصينية للترجمة لعام 2019، وهي أكبر جائزة لدور النشر في الصين. أسست هذه الجائزة لتكريم المترجمين والكتاب والناشرين الأجانب الذين لعبوا دورا في الترويج للثقافة الصينية حول العالم. ولضيفتنا إسهامات متنوعة في مجال الترجمة عن اللغة الصينية، ففي جامعة شاندونغ للمعلمين في مدينة جينان بالصين ترجمت يارا إلى العربية ونشرت قصصا ونصوصا شعرية ودراسات عن اللغة الصينية في العديد من المجلات والصحف. نرحب مشاهدينا بضيفتنا يارا المصري الحاصلة على جائزة الإسهام المتميز في الكتاب الصيني فرع الشباب لعام 2019. صباح الخير يارا. صباح الفل. صباح الخير يا يارا. يارا قد ايه عمرك؟ صباح النور. انا دلوقتي عندي 31 سنة. ما شاء الله، مش مبين عليك. العمر مش مبين، العمر كله إليك يا يارا. اول شيء مبروك مبروك فوزك بجائزة اللي هي الترجمة الصينية، يعني هذه الإسهام المتميز في الكتاب الصيني فرع الشباب لعام 2019. حابين نعرف أكثر منك من خلال يوم جديد كواليس هذه الجائزة، وشو الأعمال اللي أهلتك لحظ هاي الجائزة؟ هي الجائزة اسمها جائزة الإسهام المتميز في الكتاب الصيني، وبتقدمها الصين كل سنة لمجموعة من الباحثين والناشرين والمترجمين اللي بيساهموا في نشر الثقافة الصينية والأدب الصيني، وبيتم التكريم ليلة افتتاح معرض بكين، يعني بيكون شهر أغسطس. طيب ويارا حضرتك يعني أخذت الجائزة نسبة لأي أعمال قمت فيها؟ خبرينا شوي أكثر عن التفاصيل لو سمحت. أنا أخذت الجائزة عن مجمل التسعة أعمال اللي أنا ترجمتها لحد دلوقتي. تسع أعمال، شو هي؟ عبارة عن شو؟ كتب، روايات، شو نوع هالترجمات؟ الترجمات عبارة عن روايات وقصة قصيرة وشعر. حلو كتير. طيب لو هنتكلم عن تجربتك، يعني من واقع التجربة اللي مريتي فيها يارا، كيف بتنظر الدولة الصينية لأعمال المترجمين والناشرين الشباب، يعني ودورها في الترويج الثقافة الصينية حول العالم؟ يعني الحقيقة أنا بشوف أن الصين قوة صاعدة تكنولوجيا واقتصاديا وثقافيا كمان، فبالتالي هي مهتمة جدا بنشر ثقافتها ونشر أدبها، وعلى هذا الأساس يعني بيتم تشجيع المترجمين وتشجيع الناشرين على نشر هذه الثقافة ونشر هذا الأدب. يارا وقتها تفضلي تفضلي. أكيد اتفضل. يارا وقت اليوم نتكلم نحن عن لغة صينية، يعني لغة يمكن من أصعب اللغات بالعالم، ما بعرف إذا هالمعلومة صحيحة بس بعتقد، لأنه اليوم الشخص اللي يمكن بده يتكلم يعني إسبانيولي أو بده يتكلم حيالله شيء، القاعدة بتكون الإنجليزي أو الفرنساوي. اليوم يعني الصيني كيف تتعلمتيه أنت؟ شو الصعوبات يمكن يلي واجهتك؟ خبرينا شوي ليش حبيتي كمان هيدي اللغة؟ في الحقيقة أنا في الأول كنت عايزة أدخل كلية علوم قسم جيولوجيا، ده كانت رغبتي الأولى يعني، لكن يعني تحول اهتمامي بعد ما خلصت الثانوية العامة وقررت أن أنا أدرس أدب إنجليزي. نعم. فاقترح علي والدي أن أنا أدرس لغة صينية، فبالتالي بدأت بعد كده أن أنا أدرس اللغة الصينية في كلية الألسن جامعة عين شمس في القاهرة. وبعد كده سافرت الصين، درست لمدة سنة هناك، وبعد كده رجعت كملت دراستي السنة الأخيرة في القاهرة. طبعا عن الصعوبات اللي واجهتني في دراسة اللغة الصينية، صعوبات كتير يعني، أولا لأن احنا ما عندناش خلفية عن اللغة دي، فبالتالي احنا تقريبا بنبتدي من الصفر زي ما حضرتك قلت. إذا كنا احنا هنتعلم لغة إسبانية مثلا أو ألمانية أو فرنسية، يعني اللغات دي كانت موجودة في تاريخنا بحكم الاستعمار يعني وإلى آخره، فبالتالي احنا عندنا خلفية عنها.
نعم. لكن اللغة الصينية طبعا احنا بنبدأ من الصفر تماما. غير كده ان من صعوبات اللغة الصينية ان هي اللغة ما فيهاش أبجدية، هي شو يعني؟ فبالتالي الطالب او دارس اللغة الصينية يعني ما فيهاش أبجدية، يعني ما فيهاش اي بي سي او الف ب، فبالتالي الطالب او دارس اللغة الصينية معتمد تماما على حفظ الرموز وحفظ طريقة نطقها. اوف، يعني انت تقريبا بتضيع عمرك وانت قاعده بتجمع رموز، صح؟ يعني انا بالنسبه لي انا ضيعت عمري في الرياضيات وانا يعني بجمع تقريبا رموز الرياضيات، فما بالك اللغه الصينيه. انا مركزه معك كتير يا يارا، فانت برضو يعني تقريبا سامحيني تقريبا على هذا الشيء. احنا قضينا يعني سنين الجامعة في دراسة اللغة الصينية، يعني بنحفظ يعني تقريبا اول سنتين او يعني تقريبا اول سنتين بتبقى قايمة تماما على حفظ الكلمات وحفظ الجمل، واحيانا يعني فقرات كاملة. فبالتالي دي واحدة من الصعوبات اللي بتواجه دارس اللغة الصينية في الاول. يعني طب يارا، انت درست اللغة الصينية يعني بالجامعة مش من انت وصغيرة، هل هيدا الشيء يمكن بيصعب عليك اليوم وقت بدك تترجمي، بدك كمان تعطي يعني احاسيس المكتوبة اذا كانت رواية ولا ان كان شعر مثل ما حضرتك ذكرتي قبل شوي، اليوم في مشاعر في احاسيس، هل بتقدري تنقليها بسهولة من اللغة الصينية؟ هو طبعا من الاسباب اللي بتخليني اقدر انقل النصوص، يعني سواء شعر او روايه او قصه، ان انا في الاخر بكون متفاعله مع هذه النصوص. يعني انا بالضروره ان انا اكون حابه النص اللي انا بترجمه، فبالتالي ببقى قادره ان انا يعني زي ما حضرتك قلت ان انا يعني احس النص، او يعني اشعر بكل ما يحمله النص، يعني من تفاصيل، فبقدر انقله للقارئ العربي يعني. وتاني حاجة لان انا طبعا يعني المترجم طبعا هو قارئ بالاساس، فبالتالي انا اصلا بقرأ كتير يعني، وده جزء من عملي كمترجمة، حلو. ده بعيد عن القراءة كهواية يعني. فبالتالي ببقى يعني يعني إلى جانب إتقاني للغة الصينية والقراءة وحبي للعمل وحبي للشغل وحبي للنص اللي أنا بترجمه، فبالتالي ده كلها عوامل بتخليني إن أنا أقدر أنقل النص بشكل كويس. طيب يارا، دايما احنا لما حابين نتعلم لغة جديدة بيقول لك، او لاي طفل مثلا حابب يتعلم لغة جديدة، فيك ان انت تسافروا للبلد تقعدوا مع اشخاص يقيم معهم يتعلم منهم اللغة، او ان هو يختلط مع الجنسية نفسها الموجودة في البلد الام. انت اختلطتي بالاشخاص اللي هم بيحملوا الجنسية الصينية في مصر قبل ما تفكري ان انت فعلا تخطي خطوة ان انت تسافري وتدخلي الجامعة وتتعلمي هاي اللغة؟ ساعدوكي؟ قدموا لك شيء؟ اكيد اكيد اكيد. طبعا هو طبعا ده جزء من الدراسة، يعني كان لازم ان احنا عشان نقدر نتكلم كويس ونكسر الحاجز التوتر او حاجز يعني حاجز اللغة عموما ما بيننا وما بين يعني ما بيني وما بين الصينيين، طبعا كان لازم ان انا اتكلم معاهم. فبالتالي كان معظمنا في الجامعه لنا اختلاط يعني بالجاليه الصينيه في الصين، وكانوا بيساعدونا كتير من حيث ان احنا مثلا لو غلطنا في نطق كلمه ممكن يصححوا لنا، او يقولوا لنا والله احنا مثلا انت بتقولها كده بس ممكن احنا بنقولها كده في الصين. فبالتالي ده كان مساعد يعني كان داعم. بيساعد شوية على إتقان اللغة وعلى بالظبط. الجزء الثاني إن أنا طبعا السفر للصين يعني، وده طبعا كان العامل الحاسم يعني في إتقان اللغة، وإن أنا أشوف الناس إزاي عايشة، وإن أنا أقدر أفهم وإن أنا أقدر يعني أفهمهم أكتر، مش بس عن طريق ان احنا عن ناحية مثلا الدراسة في الجامعة او اختلاطي بالصينيين في مصر. يعني انا مثلا كنت بروح المدينة الجامعية عند الطلبة عند الطالبات هناك، وكنت بقعد هناك معاهم وكنت بقعد اتكلم معاهم وبشوف ازاي عايشين، يعني ان هم
احنا الاثنين كنا تقريبا في نفس السن، كلنا كنا طلبه في الجامعه، فبالتالي كنت حابه اعرف مثلا معيشتهم عامله ازاي، او ايه الاهتمامات بتاعتهم، يعني الى اخره من الحياه دي. فت بتفاصيل كثيره. يارا، الجائزه اللي اخذتيها مؤخرا منا اول جائزه بتاخذيها، في كمان جائزه بعام 2016 عفوا عن روايه الذواقه، خبرينا شوي كمان عن الجائزه اللي اخذتيها. نعم. وعن موضوع الروايه بحد ذاته. انا اخذت جائزه اخبار الادب، وكانت دي الدوره الاولى للجائزه، يعني فرع الترجمه، واخدتها عن رواية الذواقة اللي صدرت عن الهيئة العامة للكتاب في مصر، سلسلة الجوائز. ورواية الذواقة هي، خلينا نقول ان هي رواية اخدت او اقتطعت حوالي 40 سنة من تاريخ الصين، نعم. ولكن الكاتب اتخذ موضوع الطعام او الاكل كمحور، وبنى حواليه كل التفاصيل التاريخية والخلفية التاريخية والثقافية والاجتماعية للفترة دي. فهي كانت رواية، خلينا نقول ان هي كانت رواية صعبة شوية في ترجمتها، لان هي طبعا كانت بتتكلم عن منطقة معينة في الصين، واللي هي جنوب الصين، نعم. وكانت بتتكلم عن الاكلات في جنوب الصين، وكانت طبعا بتتكلم عن يعني خلفية تاريخية كبيرة جدا، بداية من الحرب الأهلية، الثورة الثقافية وما بعدها إلى آخره يعني. فدي كانت واحدة من الصعوبات يعني اللي قابلتني وأنا بترجم الرواية دي. ولكن هي رواية جميلة جدا للي حابب إن هو يتعرف عن تاريخ الفترة دي تاريخ الصين، وبس يعني اللي حابب يتعرف عن الفقرة التاريخية دي، واللي حابب ياخد فكرة يعني عن ثقافة الأكل في الصين كمان. طيب يارا، يعني قبل الختام، يعني بان انه انت كتير حبيتي اللغة الصينية، شو بتنصح الشباب اللي حابب انه هو يتعلم هاي اللغة، خاصة انه دائما في عنا رهبة من الموضوع انه لا ابعد عن الصين، كثير صعب، مش هيأكل عيش مثلا، مش هينفع معك، مش مستقبل، مع انه شايف انه الانجليزي والفرنسي هم المستقبل، شو بتنصح الشباب فعليا يا يارا؟ انا بنصح الشباب اللي عايزين يعني يتعلموا اللغة الصينية ان هم مبدئيا ما يخافوش، لان احنا كلنا مرينا بنفس المرحله، كل دارسي اللغه الصينيه في كل انحاء العالم مروا بنفس الصعوبات تقريبا، وهي بتاخد طبعا فتره الصعوبات دي وبتمر. بنصح الشباب، او بنصح يعني اللي عايزين يتعلموا اللغه الصينيه، مش الشباب بس، لان في ناس في جميع انحاء نعم. العالم دلوقتي في كل الاعمار بتتعلم اللغه الصينيه، يعني اللغه الصينيه صاعده، يعني الصين صاعده بقوه دلوقتي. وطبعا بنصحهم طبعا ان هم على قد ما يقدروا ان هم يختلطوا بالجاليه الصينيه اللي موجوده في البلد، يكون دايما عندهم يعني الجد والاجتهاد، وان هم يعني ما يأسوش او ما يزهقوش من 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 طريقه تعلم من طريقه ان تعلم شاء الله اللغه يا رب. الصينيه، لان احنا زي ما لسه قايله ملناش خلفيه عنها. وبالتوفيق للجميع يعني، وبالتوفيق لك كمان. انا ما بعرف الا كلمه واحده بالصيني بسمعها دائما، بيقولوا ني هاو. فني هاو يارا، شكرا لك، وبنتمنى لك كل التوفيق بالصيني، واكيد بكل شيء بتتمنيه بحياتك. شكرا لك يارا المصري الحاصله على جائزه الاسهام شكرا جزيلا، شكرا المتميز في الكتاب الصيني فرع الشباب لعام 2019.